الحمد لله، مبروك لكل جمهور الاهلي العظيم، ومبروك لمجلس اداره والجهاز الفني واللعيبه، ومبروك لاسرتي. الحمد لله، بنشكر ربنا طبعا على البطوله، بطوله غاليه، فالحمد لله الحمد لله على ال 12. بطوله لها طعم في ارضك وسط جمهورك. الحمد لله ضحينا بحاجات كتير عشان خاطر البطوله ديت وعشان خاطر النادي. الحمد لله. منعم واحد من اللعيبه اللي اتربى في جوه النادي الاهلي، عارف يعني ايه بطوله وعارف يعني ايه فرح الجمهور، كان صعب جدا الجمهور ده يروح النهارده زعلان. منعم حرام حرام يروح زعلان، احنا طالعين من الاوتيل النهارده البلد كلها لابسه احمر، فحرام بجد، حرام بجد ان الناس دي تطلع زعلانه ومتضايقه. لا لا، احنا كلنا كنا واخدين وعد الحمد لله، وكلنا كنا مركزين ان الناس دي تطلع فرحانه. ما ينفعش جمهور النادي الاهلي وسط ارضه يطلع زعلان، بعيده دي، صعب. عبد المنعم معودنا دايما في الشرقيه بعد كل بطوله بنشوف تيشرتات عبد المنعم بتتوزع في الشرقيه، توعدهم بايه المره دي يا منعم؟ ودي خلاص حاجه احنا متعودين عليها دايما. طبعا بفتخر انا من الشرقيه، من الزقازيق، من شرويده، بلدي، ناس محترمه وناس بتحبني وانا بحبهم. اكيد اعمل لهم حاجه كويسه يعني، اوزع تيشرتات فيها كلها. من اجمل الكلمات اللي انا سمعتها عليك يا عبد المنعم: يسلم اللي رباك. منعم واحد من اللعيبه اللي انا يعني انا شفت حاجات معاك في قطاع الناشئين، تربيه، بر الوالدين، صلاه الفجر دايما جماعه، اعتقد كلها حاجات بتديها نصايح لاي لعيب بيبدا مشواره. والله فاروق الحمد لله الواحد منتظم على صلاه الفجر، ده سر والله العظيم، السر اللي انت عايز ربنا يكرمك. والله صلاه الفجر ديت هتخليك في اي حاجه انت عاوزها هتجيلك وتحقق. الحمد لله الواحد بيفتخر ان والده ووالدته ربوه احسن تربيه، وان هم انا فخور، انا والله فخور بيهم، وكمان تعبهم ما راحش على الفاضي. سنين كتير كان معايا بسفر وانا صغير ومشاوير وتعب، بس الحمد لله ربنا بيكتب كل حاجه الخير في الاخر يعني، الحمد لله.